بطبيعه الحال يعني الفريق اللي ما يدربش يعني 10 ايام يعني متتاليه نظن يعني باللي ما نستناو منه والو، خاصه يعني الشيء اللي راه يعيشه فريق ساري غليزان يعني شيء غريب في كره القدم. نظن يعني في كل اسبوع في اضراب. انا نظن يعني حتى العوده تاعي يعني كانت يعني عندي 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 حصه واحده مع الفريق. نظن يعني في في في, في ظل هذه العشرة ايام نظن اني كاين فريق يحضر طوال الاسبوع، كاين فريق يحضر يعني مده لو بيكوتيديان يحضر لي ديتاي كامل، وكاين فريق ما يدربش. بطبيعه الحال حيكون فيه انهزام.